بيك محمد شاهين يمكن كان ليه تصريح بيقول ان يمكن الاعمال الفنيه الدراميه في الافراح ما بقتش مش متواجده وما بتجيبش يعني مع الناس، يمكن اللي بيجيب اكتر المهرجانات. انت موافق على كده؟ وهل انك ممكن تؤدي مهرجانات في المستقبل القريب؟ مش مهرجانات، مش ادي مهرجانات، بس ادي اغاني شعبي بشكل شيك زي الاغنيه عملتها الفتره دي اسمها عملت جني، دي كلمات اسلام راتب الحان محمود حسيني توزيع زيزو فاروق مهندس الصوت طبعا الاستاذ احمد جوده. دي شكل شويه شعبي شيك بنفس رتم اللي ماشي اليومين دول، بس فيها غنى بقى يعني بنغني وان شاء الله تعجب الناس باذن الله. لكن غنى مهرجانات مهرجانات يعني لا، مش يعني مش الدرجه دي. المهرجانات ممكن تبقى بعد كده، ممكن تبقى حاجه كبيره زي كان في تصريح لاعتقد اسلام شيبس كان معاك انت اعتقد في البرنامج عندك، كان بيقول ان ام كلثوم لما طلعت في الاول اتهاجمت، برضو المهرجانات بتتهاجم، هل المهرجانات ممكن تبقى زي ام كلثوم بعد كده؟ يعني مش انت بتقارن حاجتين صعبين او بتقارن ام كلثوم بالمهرجانات؟ فده مش هقدر اتكلم فيه اصلا، يعني بلاش نتكلم في القصه دي فاهم. بس ان المهرجانات تبقى هي بقت اوريدي النهارده، انت بتروح في فرح من اللي بتروح انت كراجل بتسمع مزيكا ما بتلعبش فيه مهرجانات، في حفله ما بتلعبش فيه مهرجانات، في مكان سهر ما بتلعبش فيه مهرجانات. فلا الناس موجودين، الناس اعتقد ان دلوقتي الطاغي مش اللي موجود، الطاغي على السوق كله الماركت بتاع المزيكا والميديا هو المهرجانات. طبعا ده شك، وشك الاغاني اللي احنا بنحب نسمعها كالهضبه عمرو دياب تامر حسني وحماقي ورامي صبري والنجوم الجمال دول كلهم، دي حته بس دلوقتي اللي موجود ما حدش يقدر ينكره، محدش هينكره خلاص ان المهرجانات موجوده وفرض نفسها ساحه بقوه، وفيهم مطربين كتير او مش عايز اقول مطربين بس يعني فيهم نجوم اتجهت لشكل المزيكا، اتغير في شكل المزيكا شويه عشان تبقى شبه الموضوع ده.